يا روحي يا ستي، الحمد لله على السلامة يا ستي. يا روحي يا ستي، انت انطرشتي يا بنتي، ما بتفتحيش قوام ليه؟ انفتحت في نافوخك طاقة. اصل يا ستي خدي بس سهولك، ما دقتيه 3 ساعات على الباب ارن، ولا انت سائلة فيا ولا حاجة؟ حقك عليا يا ستي. جاك كسر حقك، ما هو مدام الحال مايل في البيت ده هتبقى انت اللي عدلة. ابوس راسك يا ستي. ولا راسي ولا كتفي ولا ايدي، خدي اترزعي. اترزع. خدي يا بنتي ولو انك ما تستاهلهوش، امسكي. ليه بس يا ستي؟ شوفي ستي جايب عليك ايه، قطعه الشنطه. خدي يا ستي. الله ربنا يخليك لي يا ستي. الله امسكي يا بنتي، ربنا يخليك يا ستي. يا رب بقى يا خاينه، لا تشيعي لي جواب وتحكي لي عن حال ستك ويا سيدك، عاملين ايه؟ ما خلفوش لحد دلوقتي ليه؟ ما قالوليش يا ستي. يا امال انا جايباك ليه يا عبيطه يا هبله؟ امسكي طلعي دي في اوضه النوم. اوضه نوم ستي ولا اوضه نوم سيدي؟ يا نايبتي، هو كل واحد فيهم بينام في اوضه لوحده؟ ما هي دي الموضه يا ستي. اه قلتيلي دي الموضه، وانا اقول ما بيخلفوش ليه؟ ليه؟ يمكن ناويين يخلفوا بالموبايل. يلا يلا اتريهم، لا بيتخانقوا ولا بيتناقروا. ابدا ابدا يا ستي ابدا. يا نايبتي يا بنتي يا نايبتي، ما هو الخراب جاي من هنا. جاي ازاي يا ستي؟ جاي ازاي؟ انت عبيطه يا بت، هو الراجل اذا ما كانش يتخانق مع مراته ويضربها كل يوم 30 صرمه على دماغها، والست اذا ما كانتش تتنقر مع جوزها، يبقى في جواز، يبقى في حب. الخناق والجزم والسرم دي الفلفل والشطه بتاع الجواز. اساليني انا، اتنين مدوباهم اتنين بالشطه والفلفل يا ستي. امال نفعتك بإيه قلة أدبك وطولة لسانك على مراتك وحماتك؟ حماتك أهو، ربنا ريحنا منك منك. اتفو اتفو اتفو. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مين؟ احنا الحانوتية. بعيد 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 يا ست هارم، بعيد. يلا يلا غوروا من هنا، ده كان قرفنا قوي في عشتنا. هو كان قرفك انت لوحدك بس يا ست هارم؟ ده كان مطلع على جتتنا البلاء والبالة. حانوتية بعيد 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 بعيد. يختي انت كنت فين يا ابن القرى؟